طيب سيد ربحي، يعطينا يعني تفاصيل حول طرح هذا السؤال، وإلى أي مدى ترى بأن هذه المشكلة عويصة وهي سوق سكوار التي تستمر هكذا أمام الجميع وأمام الملأ؟ شكرا 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 سيدي الكريم. تفضل تفضل سيد ربحي. شكرا سيدي الكريم. إذا سمحت لي بك أستاذي الكريم، أنا نبدأ تتم حيث انتهيت من الزيارة الشعبية التي قام به السيد رئيس فخامه السيد رئيس الجمهوريه الى ولايه تندوف. بالنسبه للتغطيه الصحيه كاين واحد الاجراء كذلك اخذه السيد رئيس الجمهوريه بالنسبه لمضاعفه اجور الاطباء، يعني كتحفيز من اجل يعني جلب اليد الطبيه المؤهله، هذه بالنسبه لولايه تندوف. سيدي الكريم، بالنسبه المشكل تاع الذي نخر الاقتصاد الوطني واضر بالسياسه النقديه بالنسبه للجزائر، هو قضيه هذا ما يطلق عليه بالسوق الموازي، ما يطلق عليه يعني مجاور بساحه البورصه سعيد او ما يسمى بالسكوار. هذا البنك الذي هو في الهواء الطلق، بنك في الهواء الطلق يمارس انشطه الصرف يعني امام الملأ، يعني امام المؤسسه الدستوريه، امام المؤسسه الامنيه بدون حسيب ولا رقيب، وينخر في الاقتصاد الوطني. احنا حبينا يعني كنواب للشعب، لا طالما ماهوش مثلا كان على حزب جبهه التحرير الوطني ولا على عبد العهداء، ولكن جميع النواب في تدخلاتهم دائما يتساءلون ما هو من وراء هذا السوق، هذه السكوار التي تنخر الاقتصاد الوطني. على كل حال، سوق السكوار معروف يعني خلال ربما هو تراكمات نتاع السياسه النقديه او سياسه الفساد التي عمت من خلال 2009 في عهد العصابه، من 2009 الى 2019 في عمليه التحويلات الماليه المشبوهه التي اقترنت بعمليه الاستيراد والاستفاده من فارق السعر في السوق السوداء للعمله الصعبه، كذلك في استيراد السلع الوهميه على شاكله النفايات والحجاره والسلع الغير مطابقه وتحويل العمله الصعبه، وكذلك الى شركات في الخارج مملوكه لهؤلاء المستوردين السيئين. هذو المستوردين هذ الذين كانوا يقبضون العمله يعني بطرق نظاميه من البنك الجزائري ثم يحولونها الى السوق، هم الذين يستفيدون الان من هذه السوق او يسمى سوق السكوار. احنا كواجبنا كمنتخبين طالبنا السيد الوزير، وزير على كل حال سؤال وزهنا السيد وزير الأول الذي حول هذا التساؤل إلى السيد وزير المالية باعتباره صاحب الاختصاص. على كل حال، للأسف الشديد السيد وزير المالية أجابنا إجابة باهتة في عموميات لا ترقى احيانا الى الخطاب الرسمي، وفكرني في واحد المنطوق يعني احنا عندنا في الأحكام القضائية يقول لك يبقى الحال على ما هو عليه. شكرا. هو السيد ربحي. نعم. والوزير رفض فكرة التحرر أو التحرير الكلي للدينار، يقول هذا يمهد لهروب رؤوس الأموال وانخفاض احتياطات الصرف. هذا الحل هل طرحته أنت في السؤال، التحرير الكلي للدينار؟ لا نحن يعني هذا في معرض الإجابة فقط نتاع الوزير. هو إجابته تقريبا كانت إجابته أنه تقريبا تنصل منه، حب يقول بلي هذا يعني محاربة هذا السوق ما هيش غير مختصص يعني مختصص وزارة المالية، وإنما أيوة. هناك هو يقول مختلف الإدارات والمؤسسات. نعم، لها علاقة وزارات المتداخلة، ربما يقصد على وزارة الداخلية، وزارة التجارة وتقوية الصادرات، وزارة مثلا الإنتاج الصيدلاني، يعني هناك من مجموعة من المتدخلين إضافة إلى مؤسسات أخرى، يعني أحل إليها هذا الإشكال. كذلك يقول بلي أن يعني كأنه يجو في نفسه يقول بلي هذه العملية باش نقضي على هذا السوق الموازية تتطلب تحرير الكلي الدينار، ولكن بأننا نحرر الدينار ستنجم عنه يعني عواقب اقتصادية، هروب رؤوس الأموال، انخفاض احتياطات الصرف، نقص العملات الأجنبية. والمشكل أنه لا يواجه هذا الإجابة في حلول جذرية للقضاء على السوق الموازية، وإنما يعطينا يعني بواحد الأسلوب مانيش عارف كأنه هو لا يعني هو أيضا سيد ربحي عندما يتحدث على ضرورة التوعية الجماعية بأن المواطن يذهب إلى السوق الرسمية، ما رغم أن هذه المنظومة المصرفية فيها كثير من الاختلالات، يعني المواطن لا يذهب إليها رغم كل الإغراءات التي قامت بها السلطة في السنتين الماضيتين أو ثلاث سنوات الماضية. والبعض أيضا بالعودة إلى جوابك الأول عندما تقول هي مخلفات وتراكمات العصابة، قد يقول البعض أن
يعني هذه المخلفات تحتاج إلى مزيد من الوقت لحلها. تعرف سوق سكوير بالتحديد بالتحديد أنت طرحت سؤال من يقف وراءه، وهذا هو السؤال الجوهري، لأنه على اعتبار أنه منطقة ملغمة لا أحد يعرف الامتدادات أين تصل لهذه السوق. ما رأيك سيد نعم. ربحي؟ نعم سيدي الكريم، هي شوف هي هناك يعني نية يعني من قبل السلطة الحالية لإصلاح الوضع النقدي في الجزائر. ربما إقرارنا لقانون النقدي والمصرفي الجديد ويعني إنشاء مكاتب الصرف، حتى وإن كان هذه المكاتب الصرف فيها ما يقال لأنها تقريبا هذا ماهوش جديد، لأن كانت يعني مستشرية في القانون قانون القرض والنقد السابق، ولكن ربما ترشيد وضبط العملية نتاع الاستيراد التي أتت بها السلطة وعن طريق السيد رئيس الجمهورية ومحاربة ظاهرة تهريب العملة يعني، وكذلك إنشاء الصندوق الوطني لضبط الواردات، هذه ربما إصلاح يعني مقومات لإصلاح السياسة النقدية في الجزائر. ولكن ما يعاب على السيد الوزير أنه نطلب نحن كنواب للشعب أننا نقوم له بعملية التوعية، وهذا احنا واش نوعوا؟ احنا نوعوا نقول لهم نوجهوا المواطنين، نقول لهم التجؤوا للبنوك البيروقراطيه، البنوك تقريبا عندهم بزاف عقليه الموظف، ما همش عقليه التاجر اللي عنده سجل تجاري. سيدي الكريم على بالك بلي عندنا حوالي 4,523,160 حساب بالعمله الصعبه للمواطنين الجزائريين المقيمين. هذون باش يخرجوا الاموال نتاعهم يخرجوها بطرق يعني غير شفافه، وبالتالي هذا عندما يدعونا السيد الوزير المحترم الى ان نتوجه الى السوق الرسميه، فهي نقول له من هذا المنبر بلي السوق الرسميه تاعنا راهي سوق بيروقراطيه، يجب اصلاح النظام البنكي حتى نعالج السياسه النقديه التي هي على كل حال منها بنك الجزائر.